فيك يا اخوي قاعد كذي بريحتك تفكر كأنك شايل هموم الدنيا فوق راسك؟ ماكو شيء، بس ضايق خلقي ومتملل. اكيد يا قلبي بيضيق خلقك وانت بريحتك. ايش رايك ازوجك بنت الحلال اللي تملي عليك وقتك وتونسك بدل ما انت طول الوقت كذي بروحك؟ يا حلالك يا ملاك، ما اللي ترضى فيني؟ ما اللي ترضى بميكانيكي؟ ربة البيت السنعة والعاجل تدور الستر، ما يهمها هالمظاهر والحكي الفاضي. وهذه وين بنلقاها؟ ولا وين بنحصلها؟ بنات الحلال وايد، انت بس قول ابي وانا من باكر ادور لك احسن وحدة. انت حسبك الزواج سهل؟ ترى مو سهل. هاو ليش والزواج ايش يبيله؟ انت اسم الله عليك ريال كادود ومقتدر وشاغول، يعني تقدر تتزوج بدل الوحدة ثنتين. اي بس مو هذه المشكلة. عيل وين المشكلة؟ حسنو اخاف تحب لك وحدة وساكت ما تبي تقول لي. ما اخبي عليك يا خيتي، في وحدة ببالي. صدق؟ قول لي من بنته وانا من باكر اروح اخطبها لك. ايش قاعد تقولين انت؟ ادري ما راح ترضى فيني. هو ليش اسم الله عليك ما ترضى فيك؟ ايش ناقصك؟ يب هاي تبي واحد ازقرت، تبي واحد كشخه، ماركات من راسه لاساسه، وشعره طويل على الموضه، وسيارته مو اقل من 70,000، هذا اللي تبيه. 70,000؟ منو هالمينون اللي بيقط هالمبلغ على سياره؟ ايش قاعد تقولين انت؟ في ناس عندهم 70,000 كنا 70 دينار، انت لو واحده منهم ما تشترين كل اللي بخاطرك؟ تبي الصدق؟ لا والله، اشتري اللي احتاجه واللي ما احتاجه بعد، وما اخلي شيء بخاطر اليهال خلت حيلي. بس عيل هذه هي اللي تبي، تبي ريال ما يقصر عليها بشيء. ويه ختولي عنك هالمايقه، اذا كانت لك صدق نيه زواج خل هالموضوع علي انا، وانا زوجك اللي صدق تستاهلك. سلام. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. ايش حقا يا مبكر كان نمت برا بعد؟ منال ترى مالي خلق. ليش مالك خلقي؟ العروسة الجديدة مأذيتك؟ انت سخيفة. انا ابو كان الاقي اكل، لاقي اكل اسد اقصادي ولا اكلك علشان اجيب لي علة تعل قلبي ثانية؟ ايش تقصد؟ يعني انا العلة الأولى؟ والله اللبيب بالإشارة يفهمه. أنا بعرف أنت ما تحمد ربك، ما تحمد ربك. أنا صابرة عليك، صابرة على طولة لسانك، صابرة على فقرك. أنت حتى رومانسية ما فيك. إذا أنا علة أنت إيش تطلع؟ أقول سكتي سكتي، أنت وين رومانسية أنت؟ خلي الرومانسية حق أهلها. أنت شايفة دراعتك عشان تشوفين رومانسية؟ والله إحنا حاولنا وما شفنا شيء. خلاص عيل، إيش حق التحلطمين؟ المهم وين فهد خالي؟ كل واحد بداره. غريبة العادة فهد يقعد ويا خالي. صاير شيء؟ رد علي منول شوفي، أكيد قاطع حكي على خالي. ترى ما نخلق مشاكل. ترى ما صارت، ذبحتني خالي وخالي. وبعدين مو أنت اللي كنت تقول لي كلمي بنفسك؟ لا تستعبطين، ما نخلق مشاكل. أنت تدرين أن رقبت بيده؟ ترى ها أقضبك الباب. يعني شنو تقضبني الباب؟ يعني اطلقك وقطك ببيت اهلك. من صدقك تسويها؟ هذه اخرتها يا عيسى؟ دامك مره ما تفهمين وبتجيبي لي مشاكل مع خالي اسويها ونص. خالي قوة. هلا هلا عيسى. افا افا خالي، شو السالفة؟ ايش فيك؟ ليش ما قالت لك مرتك؟ لا حشا ما قالت لي. صاير شيء؟ هذه اخرتها يا عيسى. انا ريال شايب اخر عمري، مرتك تمد ايدها علي. مدت ايدها عليك؟ عيسى لا تسوي روحك ما تدري، اكيد انت اللي وازها، متفقين اثنينكم تبون تفتكون مني.
أفا بس يا خالي، أنت من صدقك؟ أنا ما أدري عن شيء، أنا توني جاي. اسمع يا ولد أختي، ترى السجن عندي أهون من المدلة اللي أنا فيها. أن سجن ولا تذبحوني. الله هداك بس يا خالي، أي سجن؟ أي سجن؟ أنت هد أعصابك، بعدين إيش فيها إيدك؟ إيش فيها بعد؟ كسرتها مرتك، كسرت إيدي، الله يكسر رأسها. يا مال إيدها الكسر، قوم قوم أوديك طبيب، قوم قوم يا خالي، قوم يا الله، قوم قوم، هياك. حسبي الله عليها، حسبي الله عليها، فشلتنا. أنا توقعت منك تسوين أي شيء، لكن مثل اللي سويتيه ما توقعته. وأنا إيش سويت؟ ها؟ وسألين إيش سويتي؟ تسوين روحك ما تدرين؟ صدق لي قالوا أتيك التهايم وأنت نايم. تستعبطين؟ خالي يقول إن أنتي مديتي إيدك عليه. بل 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 يا كبرها عند الله. أنا مديت إيدي عليك يا الشيبة؟ لا، يدتي. وغلاتك، وغلاتك ما سويت شيء ولا مديت إيدي عليه. الله أكبر عليك، وتنكرين بعد يا منال؟ عيسى، كل السالفة إنه ولدك مجاب الخالك 24 ساعة، وأنت ما ترضى يا عيسى، هاد دراسته وهاد دنيته وهاد كل شيء، ومجاب له الشايب هذا. فأنا قلت له يا ولدي روح دش دارك، جاب لدراستك وايد أبرك لك. كان ييني خالك ويلوح لي بدينه ويصارخ عليه، كان يتعثر ويطيح. هذه كل السالفة. أم فهد، أنا صارخت عليك؟ قولي سالفة غير هالسالفة، الفيلم الهندي هذا ما يدش مخي. يبا إذا مو مصدقني كان ولدك السئلة. فهد، صدق الكلام اللي قالت أمك؟ أيوة صدق. فهد، شفت شفت شلون اني انا بريئه مو مسويه شيء؟ لهالدرجه انت عديمه احساس؟ تستغلين ولدك عشان مصالحك؟ لكن هين، الشرها مو عليك، الشرها علي انا اللي صابر على اشكالك. سمعي يا منالو، انا الحين بروح الطبيب اودي خالي. ان رجعت البيت ولقيت ويك ما تلومين الا نفسك، اسحبك من شعرك واقطك بالسكه. سمعتني ولا لا؟ يلا خالك. داني داني صمخ مي بيوه، مو تبون عشاء؟ تعال السنة الجاية أحسن، مت مليون. شو أسوي لك؟ طلبات التعجيزية، مو تبي ملك شيك؟ تفضلي هذا ملك شيك، دورت 20 مطعم يلا يبيع ملك شيك، ومرة واحدة حصلت عنده شاورما، هذه شاورما تفضلي. شكرا اخوي ما قصرت بعد عمري. العفو العفو ولو، يلا ذهبي لي اياهم على انا ما اغسل ايدي ويك. لا تطول، تعال اكليني بعد. قوم إذا تبين تعشين. هذه وين راحت؟ وين تلفت؟ فيصل فيصل إلا تعال يعانى. تهانى وينها؟ مو موجودة بالغرفة. ما أدري عنها، ما شفتها. شلك فيها تهالك البس؟ يعني ما شفتيها لما طلعت؟
لا ما شفته. وانا بعد لما طلعت هم ما انتبهت على سيارته. لا بس انا مستغرب يعني حزه متاخره الحين، وين راحت؟ هني السؤال، لا دوام عندها ولا شيء ومقدمه استقالتها، وين تروح الحزه؟ كان رايحه حق واحده من رفيجاتها ولا عندها عرس؟ اي رفيجاتها انت في الليها زين، هذه ما عندها احد، ما عندها الا انا وانت، من تزوجتها ما كلمت احد. تصدق؟ توني استوعب. وين راحت؟ متى خبرك فيها؟ شنو يعني؟ يعني متى شفتيها اخر مره؟ ما اذكر بس كنا اخر مره تهاوشت معاها. انا بعد لا يكون. ايش فيك فيصل؟ اغراضها مو هني. امبي هذه هدت البيت من صجها. جهازها مغلق. تد البيت وتسكر جهازها، شنو قصدها هذه؟ شلون؟ يعني تختفي من حياتنا واحنا ما ندري. تعال بسرعة، أمي عارفة دار خالي فوق تحت، ما أدري على شنو قاعد تدور. تعال بسرعة، ترى أنا قفلت الباب عليها. باي. أميرة، أميرة يما. حياك خالة، حياك. خير يا بنيتي. هلا خالتي. هلا والله. عسى بس ما قعدتك من النوم. لا يا خالتي شو تعمل اصلا انا قاعده. خير خالتي؟ ايش فيك؟ الخير ما الفاتش يا امه. ما عندك فيكس؟ عندي فيكس. لا يكون مريضه. لا يا امه، حاسه بشويه سخونه، قلت اتداهم بالفيكس وانا. يا خالتي الله يهداك، السخونه مو زينه، خليني اوديك الطبيب علشان اتطمن عليك. لا يا بنيتي ما يحتاج، كلها شويه حراره وتدهن بالفكس وبتكمكم بالكمبل يا يمه، والحمد لله باقي للصبح وما فيني الا العافيه. احنا الاول يا يمه، كل من تجينا الحراره تدهن بهالفكس ونمنع، لا طبيب ولا شيء.
يا خالتي الله يهداك، أنا مراض بهالزمن أعوذ بالله. خلينا أكلم ماجد أوديك المستشفى، خلينا تطمن عليك. لا يما ما يحتاج، باكر الصبح إذا ما صرت زينة وديني. الحين أنا يا يما بعيني النوم ما فيني شدة أطلع. على هواك يا خالتي. عساك الله خير يا بنيتي. يلا قومي خليتها نظهرك عشان تنامي. يلا يما. ها؟ كنا حد يطق الباب؟ اي خالتي. خليك الحين خلنا نشوف منو في الباب. خير ان شاء الله. يا راسي. لا والله مو موجودة عندنا. زين هي ما جات عندكم؟ بلى. جات سألت على شريفة وراحت. استغفر الله العظيم. زين اختي شريفه وينها؟ شريفه راحت بيت ريلها، وخوله راحت لها. بيت ريلها؟ اي بيت ريلها ناصر. زين اختي تعرفين العنوان؟ اخذت الاوراق. من صدقك؟ اي نعم. الاوراق انا كنت حاطهم هني، اخذت. شكلكم يضحك وانتم محبطين. بالاوراق. نزل ايدك. وين مديت ايدك علي؟ ترى ما يردني الا المغفر. بعدين انا ما نقبي اخش الاوراق بالبيت. شاطر حبيبي، ذكي وحركه حلوه. انت على بالك ليه قفلت علي الباب؟ ما اقدر انحاش من الدريشه. أثاري طلعت مو هين. أنت شلون جت على بالك تخش الأوراق ورا السرير؟ شلون؟ هدت من خالة الحين وقولي لي إيش بتسوين بالأوراق؟ إيش تبي تسوين فينا؟ إذا أنت ذكي وتهمك حريتك، شيل عمرك وخالك هالشايب العايب وولدك بعد بالمرة، دامنا يفكر فيك وقلبه عليك، وطلعوا من البيت. ولا أنا اللي بشيلك وقتك عند أمك. تطرديني من بيتك؟ أنا أدري إن السالفة هذه تحز بالخاطر، بس أنا أعطيك الأوراق، بس على شرط واحد، تسجل البيت باسمي مقابل أوراق حريتك. أحاجيك صب لك شاي من الدلة. أحمد إيش فيها خولة؟ الأخ مصر إنها عندنا. عندنا؟ ليش هي مو عندك؟ تسألين بعد؟ تمد يدك على مرتي؟ ناصر لا تمد يدك عليه. دافعين عنه بعد؟ لو سمحت خلنا بروحنا بيتكلم معه. أحمد الله يخليك، قول ليش فيها خولة؟ وخري زين. أحمد خلي عنك هالحقير، ما يبي يقول لك أنا بعرفك السالفة شنو. دشي داخل.
شنو 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 يمه؟ شو تقولين انتي؟ ام مرزوق خطبتني انا حق ولدها مرزوق؟ ايه ايش في مرزوق؟ خوش ريال. لا بصراحة ما في شيء، ما شاء الله عليه، تبارك الرحمن، لا اله الا الله عليه، مركز وهيبة ومخلص دراسته ويشتغل مأمور بدالة قد الدنيا. ها لا ما شاء الله، عاد تصدقين هذا هو فارس احلامي. علنا تنازع عاد، الريال قاعد يكمل دراسته مسائي، خليه يتخرج وشوف ايش بيصير. ايش بيصير بروفيسور؟ مالت عليه وعلى وجهه، هو صباحي ما فلح، هالمره بيفلح مسائي؟ انت ما تقولي لي شايفه نفسك على شنو؟ منو بياخذك بالله؟ وزير؟ لا، ولد وزير. ليه حجه البقر على قرونها؟ وين صار يمه؟ اقول يمه لا تطالعين وايد فوق لا تنكسر رقبتك. اطالع فوق وتنكسر رقبتي احسن من اني انزل مستواي. يا يمه الثوب اللي اطول منك يعتك. يا يمه واللي عافيك، انت بس شيليني من بالك وانا اعرف شلون اخطط حق مستقبلي. دام كذي بتمين طول عمرك عانس. فكري يا الخبلة. اوه يمه اوه تكفين، سكتي سكتي يمه، تعيدين وتزيدين في نفس السالفة، غثيتيني يمه بالسالفة هذه. انا بريحك، ايش رايك؟ انا ماني متزوجة لا مرزوق ولا اي ريال من طرفك، ايش رايك؟ بالطقاق قعدي كذي. اي بقعد كذي. اي قعدي قعدي. قعد يمه بقعد. والله. امبي انتوا ايش فيكم؟ شنكم شرايج كل يوم نجرة؟ ما ادري عنها اختك تسأليها، جاي لها خوش معرس ما تبي. وليش ما تبينا؟ انتي هاي هاي ايش تبين انتي؟ غصب اتزوجي غصب؟ والله اذا عاجبك خذيه انتي او خلي امك تزوجها. شب شبك الله، جلتي الحيه ما تسعين على ويج. اوه يلا دلفي دلفي احسن فكه، الحيه ما تستحي على ويا لسانه شغوله. ما علي يمه، انتي تعرفين بدور لسانها طويل ومتبري منها. لين متى؟ كبارات خلاص، لا تقولي لي ما تفهم، لا تفهم كل شيء. عيل تقول اخذي انتي ولا امك؟ عتبين الصج ما فيها شيء، ايش حلوه وتوج صغيره. ها انت بعد يا عادي يمه ايش فيك؟ يمه حبيبتي انا بروح الدوام، تامريني بشيء؟ لا يمه ابي سلامتك بس. يا يمه الله يهداك، ما لقيتي غير هالوظيفه تشتغلينها. يمه يعني شو اسوي بكيفي؟ هو شلون هم اللي يوظفوني؟ وبعدين انت عارفه اللي مثل وضعي مو اي مكان يتوظفون. الحمد لله على كل حال، كاتبه بمستشفى احسن من ولا شيء. الحمد لله يا يمه، بس يعني دوامك هذا اللي تالي الليل وطلعتك وانا نايمه مو مريحتني. يا يمه يا حبيبتي ايش فيك؟ انا ما اروح مكان، ترى من المستشفى للبيت ومن البيت للمستشفى، ايش فيك؟ الله يستر عليك يا يمه. حبيبتي مع السلامه. الله يستر عليك يا يمه. الو الو وليد حبيبي ايش فيك؟ وايد طولت على ما رديت.
لا ماكو، قاعد اركب الهوم ثياتر، ابي اشوف فيلم ومراضي يضبط معي. وي كان دقت حل فني يضبط لك ولا خليه يولي؟ يبا ما عندي لا رقم فني ولا بينطر بعد، ابي اشوف الفيلم باتبدي. اذا انت مو تقول مو ضابط معاك يبا بدور خلاص، بعدين يبا اكلمك بعدين بعدين، يلا باي. اي خل اشوف سالفه هذا، يلا باي. خلصت؟ أنا خلاص نومت بدوري. انزين يبا انزين، بس ألبس قطرتي وقالي ويج. انزين حبي يلا لا نتأخر، باجي ربع ساعة ويبلش الفيلم. انزين تاخذ مفتاح السيارة روح شغل السيارة على مي. زين زين خلاص فتون، اهدى شوي، انا الحين اتصل على الشرطه وخليهم يجونك. لا لا عافيه، الا الشرطه تكفى عن الفضايح الله يخليك. عافيه غانم الحقني انا خايفه. زين خلاص قلت لك اهدي، خلاص الحين انا مسافه الدرب اكون عندك، بس قفل الباب عليك. يلا باي باي باي. حبيبي قلت لك السياره تبي تسوق ولا انا اسوق؟ نزله 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 بسرعه يلا. صاير ما راح نروح سينما؟ هاي سينما انت فاضيه، لا يبا مستعجل، سينما بعدين، سينما بعدين. زين وين رايح؟ عندي شغل، عندي شغل مو اكثر. اي وين؟ بعدين خلاص عادي. غانم ليش كل ما قرب منك تنحاشين؟ لأنك للحين ما رديت لاعتباري. شلون تبين أرد اعتبارك؟ إيش تبين أسوي؟ تعرف منو ورا سالفة الفلوس؟ هذاني أنا بمقصر، مكلم ناس وايد يتحرون بس ما صار شيء. خلاص عيل، أنطر لين يصير شيء، أنطر لين ما تثبت براءتك. يعني لين الحين تشكين فيني؟ انت اللي طلبت مني فرصه عشان تثبت براءتك. يعني تشكين فيني؟ هاي مامي، ممكن اطلع؟ اي اوكي حبيبتي. تعالي. وين رايح؟ بروح اشتري لابتوب. الوقت متاخر، يلا روح ادارك. ايش فيك تو الناس الساعه 8؟ مجمعات هالحزه زحمه وما تندش. وليش توه تذكر؟ خلاص يبا انسى الموضوع، ما بيطلع. مو عجبتني طريقتك معاها. بنتي ما يفيد معاها الا هالاسلوب. لا تظنين انها هينه وبريئه، لا تكسر خاطرك. وعلى منو طالعه يعني؟ طبعا على ابوها. وابوها ذيب، من كذي لازم ادير بالي عليها علشان ما تعظني. مثل ما عضيتني. ها عسى ما شر، ايش فيك؟ صاير بعد عمري؟ ياتني طاير ولا تاخرت علي ولا دقيقه لهالدرجه اهمك؟ يبا ايش صاير؟ ايش فيك؟ تعال تعال انا بقول لك ايش صاير. تعال تعال. هلامش
ماني فاهم شو السالفة. وين حيدر؟ ما في أحد هني غيري أنا وأنت وبس. وحيدر؟ شخباري حيدر؟ ما أعرف عنها شيء من زمان. ليش قلتي لي تعال بسرعة؟ كنت حابة أعرف غلطي عندك. ما خفتي علي؟ لا طبعاً، لأني أعرف حبيبي سبا وما ينخاف عليه، حتى وهو بقمة انفعالاته يكون مركز ومصحصح 100%. وعرفتي غلطك عندي؟ أنا عرفت. إيش فيك أنت؟ أنا أبي أفهم. كان عندك فرصة تختارين بيني وبين رجلك الطيب المحترم الحمل الوديع. ليش اخترتيني ما دام أنت شاكة فيني وكرهتني؟ لأن اللي بيني وبينك للحين ما انتهى. للحين ما أخذ ثاري منك. معنى ذلك أخذ بالي وأنا نايم لأصحى مقطع. أنا أبي براءتي. أبي أعيش بين الناس ورأسي مرفوع. ترى أذيتين بهالسالفة. الحكي هذا قصي فيه على واحد ثاني، واحد غيري ما يعرفك. أنت لا تهمك لا براءتك ولا اعتبارك ولا كرامتك اللي تكلمين عنها. أنت ما تهمك إلا الشهرة والفلوس. بيت حكومة وحياة عادية، لا فيه سفر ولا سهر ولا حفلات، هذه ما تجيب راسك ولا تهمك. هذا اللي خلاك تختاريني وتخلين ريلك الحنون الطيب. لا مو صح، لأني ما أبي أرد له وعيني مكسورة. ولا راح ترجعين له لو أثبتي براءتك، لأن طول عمرك أنت تطلعينه من فوق. أنت تربيتي يا شوشو، تربيتي. يا ريتك ما طلعت في حياتي، يا ريتني ما عرفتك ولا صار اللي صار. كان زين تميت مخولة الإنسانة العادية البسيطة اللي كل حياتها بنتها وبيتها وريلها. أنت كنتي خامة جاهزة للانحراف، تنطرين بس مني وجهك، وأنا اللي وجهتك. خلي شجاعة واعترفي بذنبك، لا تقطين اللوم على غيرك. لو تدريش كثر أكرهك. أدري. أنا ريال هب مدمغ، ليكون بعد مصدق أن أنا أحبك وأموت عليك. اللي كان بيننا مصالح مشترك. ولا تفكر بخليك تتبصلح مني. مو بكيفك حبيبتي، مو بكيفك. ليش واقفة كذي؟ لا تلفزيون ولا شيء. وش في التلفزيون يسلي؟ وشنو في برا ممكن يسلي؟ ناس رايحة وناس رادة، ناس عايشة حياة غير حياتي. نوف، أنا سألتك قبل هالمرة وما رديتي علي. شو المشكلة اللي بينك وبين أبوك؟ أبوي ما يحبني. ليش تظنين إنه ما يحبك؟
لأنه حاول يذبحني أكثر من مرة. شنو؟ مو صدقتني صح؟ عادي، توقعت إنه ما حد بيصدقني. يا شريفة، ما جهزتي لي الحين؟ عندي صداع راسي يعورني، يا ليت تكنسل العرض. شنو كنسل؟ الناس قاعدة تنطر والمتعهد دافع فلوس؟ وحقول له تعبانة، رجع فلوسه، شنو بالغصب؟ سمعي، قومي اخذي من هالحبوب هاي اللي تبلبعين منها دائما وطلعي على المسرح. يلا يلا قومي قومي. ناصر قلت لك ما بي. سمعي عنباني اللي قال لي هالكلام. ناصر تطلعين غصبا عنك والصداع إن ما راح بالقوة بمليون طريق. ناصر ايش فيه؟ شيء صداعت مين بصداعك؟ ناصر فيك الويبة. سمعي حطيني في بالك زين، طنبان اللي تسوين لي مشاكل وتوهقيني، ترى أطلع روحك هذه بيدي أنا. سامعة؟ سامعة سامعة. شريفة أنا ما بي الناس يقولون عنك انك ما تحسين بالمسؤوليه. طالعيني وانك انسانه ملتزمه. انا ابي لك الشيء العدل. سمعي تروحين حق كوافيره. طالعيني تروحين حق صباح كاتبك تعدلك وانا ربع ساعه اروح حق الجمهور ينظرونك. اوكي أحبك. نوف الكلام اللي تقولينه خطير. هو صج عصبي وأشوفه قاسي معاك، بس مستحيل. وشن اللي شفتيه؟ يوم أنتي ما عشتي معانا عشان تشوفين وتعرفين، حتى قبل الدشين السجن طول عمرك كنتي مشغولة عني بحياتك. مشغولة عنك؟ خولة أنا ما ربيتها، لو زعلت مني أقول ما علي معذورة، لكن أنتي كنتي تحصلين كل شيء حتى قبل لا تطلبينه. أي فلوس، هدايا، ملابس ماركات. أي يمه كل شيء وفرتي لي يمه، الا شيء واحد اللي هو الوقت. وقتك ما كان لي يمه. يعني انا ما سويت ولا شيء صح بحياتي، كل اللي سويته غلط. يمه لا تزعلين مني، انا زعلانه على نفسي، زعلانه على حالي. يعني أنا ما أذكر إني يوم نمت من غير ما أدش غرفتك وأبوسك وغطيك. وأنا نايمة يمه، ولما كنت أسافر والمدارس معطلة كنت أخذك معي بالطيارة. بس بالطيارة كنت تجابليني، وبعدين طول وقتي في الفندق، أو قاعدة ويا المربية أتسوق وألعب، أو حتى أكون ويا البابا. شفت شلون يمه؟ ما قلتش ما شفتي شيء؟ يمه أنا مرعوبة منه، عايشة حياتي كلها وياه وأنا مرعوبة وايد. مش فيك حبيبتي؟ ما فيني شيء. سمعني يما، من اليوم ورايح
ما بيش تخافين منه، أبوك ما بيمديد عليك، خذيها كلمة وعد مني.